يقام مهرجان الطبول والفنون التراثية الدولي في مصر بمشاركة عدد كبير من الفرق العربية والإفريقية وكذلك الأسيوية. تستمر العروض على مدار أسبوع في عدة أماكن تراثية في مصر وبحضور جماهيري كبير. التفاصيل مع سمر بشات، نتابع. آلة واحدة وأرتام مختلفة، هكذا كان دوماً المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، حيث تمزج دقات الطبول بين ثقافات وفنون تعكس تراث بلادها. للعام الثامن يقام المهرجان في عدة مناطق أثرية في مصر، منها قلعة صلاح الدين وبيت السناري. ورغم إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، إلا أن حفلات المهرجان شهدت إقبالاً جماهيرياً كبيراً. حوار الطبول من أجل السلام كان شعار هذا العام. بنعمل عروض من التراث القديم، بنعمل عروض استعراضية، بنعمل عروض بتجسد الحالة اللي بنعيشها حاليا في فلسطين. السنة دي هو مهم بالنسبة لنا عشان أول مشاركة لنا بالبرع اليمني أو طبلة البرع اليمني. 30 فرقة موسيقية وفنون شعبية من 12 دولة شاركت في الحفلات، كل فرقة قدمت عروضاً تراثية موسيقية على أنغام الطبول وأيضاً رقصات فولكلور بما يعكس تراث هذه البلدان. استمرار هذا المهرجان في هذه الظروف بهذا الكم من الفرق، حوالي 30 فرقة مش دولة، 30 فرقة فنية، يعني أنا أعتقد ده أكبر إنجاز. بنعرف الناس مجموعة من الأرتام في فرقة الطبول، مهرجان الطبول اللي هو المعروض حاليا، بيعرف من كل بلد طبيعة الريتم بتاعها. ومن العروض التي جذبت الحاضرين كانت فرقة الطبول النسائية طبلة الست، بعدما كانت آلة الطبلة في مصر حكراً على الرجال. تعبير حقيقي عن التقارب بين الشعوب، بين الشعوب الأفريقية والأسيوية والعربية، وفي كده نوع من الاختلاف في الثقافات والمعرفة والثقافة. فنون تراثية أجمل وأرقى، وعايزين نسترجعها تانية. مهرجان الطبول أصبح له جمهوره الخاص، حيث يتميز بإضفاء أجواء مبهجة على الحاضرين. سمر بشات، العربية، القاهرة.